دكتور صلاح الدين حدو، صيدلاني في التكوين، اختصاصي في التغذية منذ 2007، ومؤخرا حاصل على دبلوم اللجنة الأولمبية الدولية في تغذية الرياضي. التحاق ديالي بالطاقم الطبي ديال فريق حسنية أكادير جاء يعني من خلال الاحتياج أن تكون هناك واحد المصاحبة أو المواكبة ديال الطاقم الصاهر على اللياقة البدنية عند اللاعبين، من أجل رفع مجموعة ديال التحديات اللي كتكون متعلقة بالتغذية ديال الرياضي عامة وبالخصوص بلاعب كرة القدم، وهنا كيخصو بالذكر لاعب كرة القدم بفريق حسنية أكادير. هاد التحديات اليوم ما بقات شيء، هي يعني أن لوكس بالنسبة للتغذية الرياضية، إنما ولات حاجة من الحاجات اللي كتساعد لاعب كرة القدم أنه يواكب متطلبات ديال الطاقم التقني في خلال التدريب، خلال اللقاءات اللي غادي يكونوا، وبالخصوص لما غتكون عندنا المهمه الكبيره ديال استرجاع اللياقه البدنيه من بعد اجراء جميع المقابلات. كنعرفوا ان اللاعبين اليوم كيلعبوا يعني في واحد الجو غالبا حار، بحكم ان مدينه اكادير من المدن الحمد لله اللي فيها يعني اكثر من 300 يوم صيف يعني في السنه، وكنعرفوا ان من التحديات الكبيره اللي كتكون عند لاعب كره القدم هو القدره ديالو على يعني المحافظه على الجسم ديالو من الاجتفاف. دونك من بين التحديات اللي غيكونوا عندنا حنا كطاقم طبي، وبالنسبه للوحده ديالي اللي كنتكلف بها وحده ديال التغذيه بالنسبه للاعب كره القدم فريق حسنيه اكادير، هو اننا نصاحبوا او نواكبوا اللاعبين انه تكون عندهم واحد الاستراتيجيه ديال ان الجسم ديالهم ما يكونش عندهم الاجتفاف، لان هذا كنعرفوا ان في المجال الطب الرياضي كيقدر يعطينا مشاكل من بعد، كيقدر يعطينا يعني دي بليسيور، كيقدر يعطينا غيابات على التدريب وغيابات على اللقاءات المهمه، وهذا اللي غادي نحاولوا يعني نتفادوا. مساله اخرى اللي متعلقه بالتاهيل ديال لاعبين كره القدم اليوم اللقاء، كنعرفوا بان لما كيكونوا لاعبين في معسكرات تدريبيه قبل اللقاءات او لا في معسكرات تدريبيه اللي كيكونوا قبل مثلا البطوله كما هو الشان الان، فكيكون عندنا واحد النوع ديال المراقبه، وكيكون عندنا واحد اللاعبين كيكونوا متبعين واحد البرنامج غذائي متوازن. انما بالعكس لما كيكونوا في الايام العاديه، لما كيكونوا المقابلات، فاللاعب كره القدم طيله الخمس ايام اللي كتكون في الاسبوع كيكون كياكل وكيتغدى في المنزل ديالو، واليوم اللقاء عاد اللي كيبدا يكتشف يعني لو مونيو دو سبورتيف او لا دوك الوجبات اللي كتكون متعلقه باللقاء، وكيكون هناك واحد النوع ديال الخلط ولا واحد يعني مشكل في التاقلم. الهدف من خلال العمل ديالنا مع اللاعبين انهم يولفوا ان نفس الوجبات اللي غادي يقدروا يكونوا عندهم في ايام اللقاءات يحاولوا قدر المستطاع تولي عندهم واحد الثقافه غذائيه اللي غتسمح لهم يتغداو بطريقه سليمه حتى لما يكونوا مثلا في المنزل ديالهم. المساله الاخيره وهي استرجاع اللياقه البدنيه، كنعرفوا ان اللاعبين مطالبين دائما انهم يعطيوا احسن ما عندهم، واحسن ما عندهم هو ذاك المخزون الطاقي اللي كيكون عنده في الاسبوع. لما كيعطينا في واحد اللقاء من المهم اننا ناهلوا اللاعب باش يكون موجود باللقاءات اللي غادي يكونوا من بعد، سواء تعلق الامر بلقاءات مثلا الكاس او لقاءات البطوله، وغنعرفوا بان التحديات لما يكون عندنا اللاعب خاصو يلعب اكثر من مقابله في الاسبوع، وهذا نفس الشيء كتكون عنده واحد الاستراتيجيه خاصه اللي غادي خصنا ندربوا عليها اللاعبين، ندربوا عليها الفريق ككل، باش نحاولوا ان اللاعب يسترجع اللياقه البدنيه ديالو في اقرب وقت. هذا الشيء كل شيء غادي يجي من خلال المتابعه بطبيعه الحال يعني المباشره لجميع الوجبات اللي كياخذوا اللاعبين اثناء المعسكرات التدريبيه ديالهم، واللي بالخصوص غيكونوا عن طريق ورشات اللي غادي نحاولوا نتعاملوا فيهم سواء مع اللاعبين ديال الفريق ا اللي هو ديال فريق حسنية أكادير، او لا يعني في القريب العاجل ان شاء الله نقدروا نتونديو هذه المساله هذه لجميع الفئات ديال حسنية أكادير، بحيث ان يكون عندنا واحد النظره تكوينيه سواء مع اللاعبين اليوم اللي عندنا اللاعبين ديال الحسنيه او لا الجدد الوافدين او لا مع اللاعبين اللي غيكونوا مؤهلين سواء كانوا فريق الامل او الفرق ديال الفئات الصغرى.